العمل كان يوم متوازن يعني النجارين شغالين الحديد كل بيكونوا بيفصلوا الحديد بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في بنتك أربعة اثنين 1936 كان يشتغل في شركة الكتان. اسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. علمونا دايما الآباء أحبائي أن الصلاة هي الجسر اللي بيربط بين الإنسان وبين الله. الصلاة دي هي رفع القلب أمام الله. ليه؟ لكي ما نمتلئ، وكأننا بنقول يا ربي لما بنصلي أنت تفيض بنعمك علينا، ونشعر فعلا في الصلاة أننا واقفين في حضرة الله، واقفين أمامه. يمكن ما كنتش شايف ربنا بعيني طبعا، عيني الجسدية، لكن بالعين الروحية وشعوري أني واقف أمام الله وفي حضرته، أنا ساعتها فعلا بحس قد إيه الصلاة دي ممتعة، والصلاة دي قد كده بحتاجها دايما. عشان كده دايما أقول لأولادنا لما حد يجي يطلب تدريب أو كده أقول له بص، هتعمل الصلاة من أجل أنك تمتلئ من الله، ده إحساسك وده شعورك فعلا، ولا هتصلي لأن تشعر أن ده يعني شيء فرض عليك أو تدريب لازم تعمله. لو الشعور التاني ده مش هتكسب منه كتير، لكن لو شعرت دايما ان انا بقف قدام ربنا لكي ما امتلئ منه ويفيض علي الله بنعمه، يبقى اذا هي دي الصلاة المقبولة دايما قدام ربنا. السؤال المهم اللي دايما بنسمعه، ازاي اصلي كل حين دون ملل؟ طبعا انتوا عارفين الشيطان نتيجة انه بيحاول دايما يبعدنا ويشتتنا، لو شاف انسان بيصلي بيحاول اول حاجة يحاول يحاربه بيها هي مشكلة الملل. اني بصلي الصلاة دي احيانا بكرر كل يوم صلاة باكر، بكرر كل يوم بالليل صلاة النوم وهكذا. علشان ما تحسش بالملل ما تعملش الموضوع بصورة روتينية. يعني دايما كده ننصح ولادنا في الاعتراف نقول لهم الاتي، نوع في المزامير اللي انت بتصليها وانت بتصلي من الاجبية. النهاردة صليت مزمورين او ثلاثة، المرة اللي جاية بصلي غيرهم وهكذا. ساعات نديهم نصيحة تانية مهمة جدا، انك وانت بتصلي مزمور ممكن تصلي منه جزء، وعند جزء معين او عبارة معينة تلاقي نفسك اتلمست مع العبارة دي، بتعبر عن شيء جواك. انا بقولك كده، وقف هنا صلاة الاجبية وابتدي كلم الله بكل ما بداخلك اللي انت تشعره في اللحظة دي، وبعد كده ارجع كمل تاني صلاة المزمور. يبقى كل حاجة بنقولها في المزامير بنحس بيها نقدر ساعتها نوقف المزمور ونكلم ربنا ونرجع نكمل تاني. كلام المزامير أحبائي بيفتح لنا طرق ومواضيع كتيرة أصلي فيها. يعني مثلا لما لاقي المرتل في المزمور بيقول إيه، فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نزهة، أقراها وروح مكمل ربنا أقول يا رب قد إيه قد إيه المجيء لكنيستك ده شيء مفرح جدا، وحسينا بيه في الأيام اللي حصل فيها وقف للصلوات نتيجة الجائحة اللي احنا فيها، قد ايه اشتقنا لما ترجعني تاني يا رب للكنيسة، رجعني بهذا الاشتياق وخليني دايما احضر وانا مشتاق، لان قد ايه فعلا الذهاب لكنيستك ده شيء مفرح يتمناه كل انسان. وهكذا لما اجي اصلي مثلا المزمور الخمسين ولاقي ان داود بيقول في المزمور خطياتي امامي في كل حين، افتكر على طول خطيتي انا كمان. عشان كده لما بتصلي الصلاة دي بالليل أو مزمور الخمسين بالليل في صلاة النوم تفتكر كل الأحداث اللي حصلت في يومك وتشوف كده، هل أنا أغضبت ربنا بخطية معينة أو بقول معين طلع ما يليقش وما كانش مفروض أن أنا أقوله، وتصرف معين أو عادة معينة سيطرت عليا وما تليقش أبدا بواحد ابن ربنا واخد الطبيعة الجديدة اللي عندها قدرة التغلب على الخطية. لما تفتكر كل ده تلاقي نفسك كل يوم بتعمل إيه؟ خطياتي أمامي في كل حين، مش من أجل إحباط ولا من أجل شعور باليأس، ولكن من أجل أنه حافز كل يوم أن أنا في وقت قريب بقى لازم أروح أعترف. ليه؟ لأني شعرت بثقة للخطية على عاتقي، فعايز أروح أعترف والتوبة بتاعتي موجودة، فأشيل كل ده من على ظهري، يحمله المسيح عني ويعطيني المغفرة، وأبقى كده أنا إنسان حر من هذه الخطية. فعشان كده أحبائي نحتاج دائما للصلاة، دائما الصلاة اللي بروح، الصلاة زي ما قلت لكم
اللي أهم حاجة فيها إن أنا أشعر فيها أنني بمتلئ من الله، مش بتفضل على الله إن أنا يا رب بصلي لك. ده يبقى للشعور الغلط. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. أربعتاشر سنة هو دي، وبعد كده مية وخميرة بس، ويتعجن وبعد كده يتقطع ويتكور وتفرد وتختم، وبعد كده نستنى يخمر، وبعد كده نرصه في السجاط ويخش النار. كان بالبرو تاني يدوي، ده اوتوماتيك، ده بيوفر في الوقت. التاني طبعا لازم ارمي كده يمين وشمال واشتغل على ايديا، لكن ده على طول بنرصه في السجاط وبيشتغل اوتوماتيك. ده اسهل. عندي العجانه والسكينه اللي بقطع بيها، واهم شيء الختمه بتاعي، وكنت ممكن افرد على ايدي او افرد على الفراده. بتبقى مثلا ايه، بنطلع مثلا يوم الاحد والجمعه مثلا 100 قربانه، بيجي مثلا الاثنين بنطلع مثلا 50 او 45 بنحددها. طبعا انا مع بالجروف اللي انا بكده ببقى ايه مع الشغل ومع التكرار، ببقى محدد الجروف بيعمل معايا كم قربانه بالخبره. نشكر ربنا، ده انا من قبل ما اجي الكنيسه برضو بالقربان، انا من 86 في القربان. ولو عايز 10 قربانات هطلعهم لك 10 قربانات، لو عايز قربانه واحده هطلعها لك قربانه واحده. استاذ ايمن 17 سنه حضرتك، ايام الكانتين كان بره على الرصيف ايام عم مفيد الله يرحمه، وبعد كده اتنقل جوه في الحوش. كان ذكريات حلوه زمان يعني، كان في استاذ عدلي الله يمسيه بالخير، وفي استاذ امير سافر امريكا حاليا دلوقتي، وناس ياما حلوه، وفي استاذ مينا ويليام، وفي استاذ حنا سافر برضو امريكا كده يعني، ناس ياما مش شباب معرفوها يعني. وام حاجه تسوني، بنقرا المزامير في سرك، تقرا المزامير في سرك عشان ربنا يخش معانا في الشغل اللي احنا فيه، والنعمه والبركه تجينا في ساعتها يعني. اهم حاجه المزامير في سرك تقريها، ولو ما فيش مزامير ممكن نولعه مثلا تلفزيون، نشغله مثلا اي حاجه، قداس، وعظه، عشيه، اي حاجه ايه تحل البركه فيها في بيتنا. لا كل حاجه متنظمه، احنا 5 انفار كلنا بنحب بعضينا، خايفين على بعض، بنقسموا مع بعضينا يعني. كل حاجه دلوقتي اتطورت لتسوني حضرتك، بالكهرباء، الحله بالكهرباء، الفرادة بالكهرباء، كل حاجة بالكهرباء، سهلت لنا حاجات ياما يعني، غير زي ما كانوا بيقولوا بيفردوا على ايديهم بالنشابة ويفردوا ويكوروا ويعملوا، كل حاجة دلوقتي اتطورت يعني، بركة كبيرة يعني برضو بتلاقي.